ايام، بس بشكل عام انه مؤخرا ملكه بريطانيا تحتفل بذكرى زواجها السبعين. ما شاء الله. تتوقع سوت البوم عادة السبعين هذا اليوبيل ايش؟ لا هو ما ادري، هو يوبيل هذا خلاص راحت الماس يعني في الاخر. ما شاء الله تبارك الله. حلو انه الواحد يعني يحتفظ بالذكرى. يعني انا احب حتى الواحد يمسك الورق، انا طفشت من كثر ما الواحد يصور صور ويحتفظ بها بالجوال ما يقدر يشوفها. عشان كذا انا احب الالبومات، شيء جميل فوتوغرافي بالنسبه لي. الصور جاهزه قولوا. اي تفضلي. هذه نوال، ايش الفرق بين صور زمان وصور الان في الزواجات والاعراس؟ شوفي كيف صورها كانت. واو، ايش الفرق؟ طيب انت من وجهه نظرك كمصوره محترفه، دقه الصور الان مختلفه، يعني البكسل الان جدا عالي، الالوان، الصور ممكن البوزات يا نوال كمان، يعني طريقه الوقفه، طريقه الـ يعني هذه الاساليب كلها. يعني مثلا احنا هنا شايفين انه العروسه عندها كذا بوز تقدر تسويه وتستخدمه، لكن ما احس زمان كان خلاص بس كانوا واقفين. صح، كل قصه لها روح يا عبير. من جد كل قصه لها، كل صوره لها روح. العفويه بعد حلوه. صحيح، العفويه جدا رائعه. صحيح، يعني العفويه حلوه. ايوه، لما الواحد ياخذ الصوره بشكل عفوي جدا جدا رائع. اكيد يعني طبعاً. عندنا استديو لما يعني لما انا اركز مثلا على العروسه، انا عندي مصوره ثانيه تركز على الاشياء الثانويه. حلو، تركز على زي ما قلت على نظره الام، نظره الاب، الاخو في التصوير خصوصا في الفيديو. جميل. الدمعه لما تنزل من عين الام. اوكي، يعني صحيح طبعا. هذه التفاصيل كلها واضحه في الالبومات وفي الصور. واحنا طبعا نحب نشكر تواجدك معنا اليوم سيده نوال. مشاهدينا حنطلع فاصل ورجعنا نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.